صقور الجو العربية تحييكم وتقدم لكم تصدي طياري الميك 29 في الحرب الجوية عام 1991. ثالث أيام الحرب، 19 من كانون الثاني عام 1991، كان يوم ضباب مع غيوم متفرقة والرؤيا رديئة في الأوقات الأولى من الصباح. كان الدخان الأسود يمتزج مع الضباب، رائحة المتفجرات والقنابل التي ألقيت على الملاجئ لا زالت تغطي كل شبر من القاعدة، هدوء وسكينة لا مثيل لهما. لكن في واقع الحال، كان منتسبو القاعدة الجوية يعملون بأقصى طاقاتهم وبمجهود مضاعف في الداخل. كانوا مشغولين في تتبع الأهداف وحساب تحركاتها، بالإضافة إلى المعلومات الواردة وتطور الأحداث وحساب نوايا العدو، ولبناء فكرة جديدة على أساسها يتم اتخاذ القرار الصائب لمعالجة التهديدات. تم رصد تشكيل من 4 طائرات تورنيدو بريطانية محملة بشكل واسع من قنابل مضادة للكونكريت GB223، وكذلك صواريخ AGM-88 هام المضادة للرادار، تابعة للسرب 15 للقوة الجوية الملكية البريطانية، متجهة نحو قاعدة الوليد الجوية، في حين سبقها تشكيل من 4 طائرات أمريكية F-15C معزز بطائرة أيواكس للرصد والتشويش. الحرب الإلكترونية Jamming Electronic Warfare قد اخترقت الأجواء من السعودية باتجاه العراق قرب النخيب وقاعدة H3 بعدة دقائق، ولتأمين الحماية اللازمة للطائرات البريطانية المهاجمة. أهلا وسهلا بقناة صقور الجو العربية، شكرا لكم ولجهودكم على التواصل مع الصقور لنقل لهم الحقائق ما حدث في حرب 1991. تحياتي لجهودكم ولجمهوركم الكريم، كابتن قاسم خلف الجبول. كان النقيب الطيار قاف خاء حاء برفقة زميله قائد التشكيل الرائد قاف سين في حالة تأهب داخل غرفة المراقبة والعمليات. فقد تعرضت القاعدة لقصف شديد خلال اليومين الأولين من الحرب، حيث تم تدمير استعداد الإقلاع الفوري في قاعدة القادسية، لذا أخذوا الموقع البديل للاستعداد والإقلاع الفوري في نفس القاعدة. وبعد التعرف على الأهداف وتعيين مسارها، صدرت الأوامر بالتوجه إلى ملاجئ الطائرات والإقلاع فورا. كانت الملاجئ قريبة جدا، والطاقم الأرضي جهز وأعد الطائرات بشكل مسبق. اعتلى بكل حزم الرائد الطيار قاف سين والنقيب الطيار قاف خاء طائرة الميج 29. أغلقت كابينة القيادة ليرتفع معها دوي محرك النفاث، وبدأت أبواب الملاجئ تفتح أمامه ليتسلط النور المنشق على مقدمة وأجنحة طائرته. توجه كلاهما، الرائد قاف سين والنقيب قاف خاء، نحو المدرج بشكل متوازن. أوقفا طائرتهما استعدادا للانطلاق، وعينهما تغرز السماء انتظارا لهذه اللحظة. لهبت محركات الميج 29 نيرانها بكل قوة لتندفع بكل سرعتها نحو السماء، لتهز بضجيجها فضاء القاعدة. كان
ذلك في تمام الساعة 11:45 من صباح يوم 19 من كانون الثاني عام 1991. وهنا بدأ التحسن الطفيف في الرؤية. انطلق كلاهما نحو الأهداف بأقصى سرعة، وعلى الفور بعد الإقلاع تم توجيههم من قبل القاطع الأرضي نحو مواصفات الأهداف وارتفاعاتها. كانت عيناهما الرائد قاف خاء والنقيب قاف سين على شاشة الرادار وعلى الفضاء الواسع في السماء، محاولة منهما اقتناص الهدف بأسرع وقت ممكن، حتى وصل إلى ارتفاع 10,000 قدم. بدأت تلوح في الأفق ملامح الطائرات الأمريكية. استمر التشكيل بالتوجه نحو الهدف بسرعة قتالية، والإمساك بأحد الأهداف والقفل لوك أون بصاروخ R-27R موجه بالرادار Radar Guided Missile. لكن لحظة إطلاق الصاروخ تفاجأ بكسر القفل HUD Unlock. وأثناء استمرارهم في السرعة القتالية تبين أن الهدف هو طائرة الأيواكس، وهنالك حماية كبيرة من تشكيلات F-15 من حولها. وبينما رادار طائرة النقيب قاف يظهر 3 تشكيلات، تم القفل مرة أخرى لوك أون على الهدف الأكثر وضوحا له، لكن تم كسر القفل مرة أخرى. أعطى الانفورميشن ليدر قائد التشكيل الرائد قاف سين بترك المهمة والرجوع عكس الاتجاه إلى القاعدة حتى لا يقعون في الفخ. لكن إعادة التشكيل بقيادة الرائد قاف والنزول بسلام، وفي لحظات الاشتباك تم إعطاء تشكيل علي إقلاع فوري بقيادة النقيب جيم والملازم عين جيم. أصبح وضع تشكيل العدو في وضع كماشة. أقلع تشكيل علي، وبعد الإقلاع استمر النقيب جيم بمفرده بسبب خلل فني في الرقم 2 وفقدان التواصل البصري مع قائد التشكيل، حيث أصبح النقيب جيم صاد يقاتل بمفرده وتوجه ليجد نفسه يشتبك مع 8 طائرات بين تورنيدو وF-15. وكنا قد نشرنا فيديو سابق في اشتباك النقيب جيم صاد، وهنا سنعيد لقطات منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. عملية جميل بعد أقلاع جميل مباشرة وتأمين الاتصال وياي، طبعا لوحدة رقم 2 صار لوس كونتاكت ويا وظل مع القاعدة إلى أن نزل بالقاعدة بالسلام. أول ما بدأ الاتصال جميل معي، نذكر الحالة قبل أقلاع، كان هناك هدف بارتفاع عالي، ارتفاع 6 كيلومتر، هدف كبير يبدو أنه 4 طائرات متجه باتجاه قاعدة القادسية داخل من جهة الجنوب من جهة السعودية، وعلى أثرها تم إعطاء الإقلاع الفوري اللي أمن به الاتصال معي جميل. نتحدث اليوم عن مذكرات النقيب الطيار جميل صيهود إسماعيل عن المعارك الجوية، حيث قال: السلام عليكم، أنا الكابتن جميل صيهود إسماعيل قائد طائرة الـ129 الذي اشتبكت مع 4 طائرات معادية وأسقطت منهن 2، إحداهما وثقت من قبل استخبارات القوة الجوية والتي يبعد حطامها عن حطام طائرتي 10 كيلو، والأخرى لم يتم العثور عليها لعدم البحث في تلك الظروف، كما تم توجيه 4 طائرات أخرى على شكل تشكيلي من طائرات الـF-15 الاعتراضي، حيث كنت أقاتل بكل مهنية دفاعا عن أرض وسماء العراق. كما أود أن أشكر جميع الأخوة والأخوات لتعاطفهم مع الموضوع، وتحياتكم وصلتني جميعها مع فائق الشكر والتقدير، وهذه مذكراتي أنقلها لكم عن طريق قناة صقور الجو العربية. طيار الميك 29 النقيب جيم صاد من الدورة 40 كلية القوة الجوية العراقية،
حيث رن جرس الإقلاع الفوري لتنفيذ الاشتباك الجوي لوجود أهداف جوية متجهة لقاعدة سعد الجوية وبارتفاع عالي. اعتلى النقيب جيم صاد صهوة الميك 29 والرقم 2 الملازم أول عين جيم لينطلق كلاهما نحو الفضاء كأسياد الجو. الرقم 2 فقد الاتصال مع قائد التشكيل ووجود خلل في منظومة الاتجاه وعاد إلى القاعدة، ولأن جيم صاد صقر بقي يقاتل بمفرده بعد التسلق والتواصل مع كتيبة الإنذار والتوجيه، لاحظ صقر جيم صاد القفل عليه من جميع الاتجاهات. وحاوية التشويش ريمورا المركبة على الطائرة تعالج القفل وتكسره مع دورانات حادة تخلص من القفل من رادارات العدو، والهدف أمامه بارتفاع 10 كيلومتر. كانت هنالك 4 أهداف ما بين 6 إلى 10 كيلومتر وبمسافة 100 كيلومتر. تم فتح الحارق والتسلق بزاوية حادة. تبين أنها طائرات F-18 متجهة نحو قاعدة سعد الجوية، وكان شعار النقيب جيم صاد 1 نيقاب 10، ويقول: وأنا في حالة التسلق تم فتح الرادار وتهيئة الصاروخ للانطلاق نحو أهدافها أول الدخول بقتال قريب معهم، وضعت كل الاحتمالات وأنا في هذه الحالة. تفاجأت بنداء مسيطر المقاتلات تشكيل علي أن أترك الاشتباك وأنحدر فورا. رفضت النداء في البداية، وإذا بالمسيطر ينادي بعصبية: جيم اترك الأهداف العالية، هنالك 4 أهداف خلفك بارتفاع 2 كيلومتر. عملت دوران حاد وانقلاب بيلثرون نحو الأسفل إلى ارتفاع 4 كيلومتر، هنالك تشكيل بارتفاع 8 كيلومتر وتشكيل آخر بارتفاع 2 إلى 4 كيلومتر، وأنا وحدي بينهم. تم الانحدار إلى ارتفاع 2 كيلومتر، وشاهدت تشكيل من طائرات التورنيدو. تم فتح الرادار والكاشف الحراري والتوجه نحو إحدى الأهداف لوجود تبادل بصري معهما. لاحظت وجوه تشويش على الأسلحة الرادارية. تم استخدام الكاشف الحراري والتوجه خلف طائرتين تورنيدو. وضعت أحدهما بين مستاج الكاشف الحراري والقفل بواسطة صاروخ R-60MK. تم مسك الهدف، وإذا بصوت الإطلاق مسموح ضمن المدى من أجهزة الطائرة. تم إطلاق الصاروخ، وإذا بالنار تلتهم التورنيدو، وتم التحويل على الرقم 2 والمسك والقفل بالصاروخ الحراري والإطلاق والانفصال عنهما خوفا من الدخول في انفجار الطائرة. سمع صوت التحذير لانخفاض كمية الوقود، وتم التسلق لكسب الارتفاع، وأخذت اتجاه العودة. هنا فقدت التواصل مع مسيطر التوجيه وبقيت بدون معلومات عن الأهداف الأخرى. عملت رول أوف توب والتسلق إلى ارتفاع 6 كيلومتر والتوجه إلى أقرب مطار هو شقة النزول الكيلو 160 في الخط السريع. فقدت التواصل مع جميع مراكز التوجيه. لا أعرف العدو من الصديق، كأني مغمض العينين. يقال هنالك تشويش علي. الاتصال مسافة 30 كيلومتر على موقع النزول، وكنت أعلم بوجود طائرات F-15 دورية بالجو، ومتوقع بأية لحظة أن يطلق علي صاروخ. وحسب توقعاتي شعرت بضربة قوية تحت الطائرة، حيث أصبحت في وضع حلزوني بعد أن قطعت زعانفها. هنا سحبت عتلات القذف من الطائرة، وخلال ثواني أصبحت خارج الطائرة وانفتحت مظلة الباراشوت، وشاهدت طائرة F-15 تدور حول طائرتي التي تركتها بالقذف. وكنت متوقع أن يطلق علي طلقات مدفع، لكن أصبحت الشمس بيننا حيث حجبت عنه الرؤية. لم أنتبه إلى الأرض حتى شعرت بارتطامي بها. كل هذا بسبب غياب مسيطر المقاتلات، والذي قال بأن النقيب جيم صاد قاتل بمفرده حتى بدون توجيه في المرحلة الأخيرة. وبسبب غياب مسيطر المقاتلات طبيعي أن يكون هدف سهل لطائرات العدو. ونتيجة التفاف أحزمة الكتف حول الكرسي
نزل الكرسي معنا مما جعل سرعة نزول المظلة سريع أدى إلى انكباس الفقرات وتهشمها مما جعلني لا أستطيع الحركة من مكاني. تم إنقاذي بواسطة طائرة البي كي، طائرة الإنقاذ الخاصة بالقاعدة، بسلام في قاعدة القادسية الجوية الأسد، حاليا في مقر السرب 39 ميج 29، حيث أرسلت إلى مستشفى الرشيد العسكري للعلاج. تعودت تسبح في الجو نسرا وتعلو وعزمك فوق القمم وتحفر أرضك للوغد قبرا وفوق جباهك واسم الشمم نشيدك في الزحف الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المجد والخلود لشهداء العراق، مع تحيات قناة صقور الجو العربية. نشيدك في الزحف الله أكبر، دمك أقوى وصوتك أنثى، تدق الحصون على من تجبر، وتنقض سعدا وتنقض حيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جيش العراق نسور السماء دعاك الحمال للقاء الصدام، بأيديك مبدا حب بالعلاء، فإنك للمعضلات الجسام. جيش العراق نسور السماء دعاك الحمال للقاء الصدام، بأيديك مبدا حب بالعلاء، فإنك للمعضلات الجسام. نشيدك في الزحف الله أكبر، نشيدك في الزحف الله أكبر الله أكبر الله أكبر.